رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. في هذه اللحظات كذلك نرحب بسمو الشيخ زايد بن مكتوم بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلق ثاني أشواطنا والثمانية كيلومترات التي تقدم لنا البروفات ما قبل الختام، ما قبل السيوف في الذهبية، ما قبل الصراع الأخير، ما قبل النزاع الأكيد. كما تابعنا شوط العمالقة الأولى كان مع الرئاسة وهجنها، وكان المستحيل حاضرا متواجدا مع الوثبة. انطلق شوط المهجنات وانطلق شوط الرنج روفر، ومقدمة الشوط المركز الأول وصلت كيف يا كيف مع المركز الأول لهجن الرئاسة. يقدمها المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. يا الأخبار العاجلة، يا الأخبار العاجلة عبر قناة دبي ريسينج. عوايد لهجن العاصفة سوف تكون مشاركة بإذن الله تعالى في سيف الإمارات 2016. والله واشتد الصراع، والله واشتد النزاع. مرحبا بعوايد، مرحبا بمالكها بمضمرها، مرحبا بسيف الإمارات. كان الله في عون المضمرين. المركز الثاني القادمة مع المركز الثاني اللي وصلت شواهين لهجن الرئاسة، يقدمها محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. مرحبا بك يا رعديب، مرحبا بك يا محمود القادم مع الرئاسة، وللإنجازات سوف يعود. المركز الثالث القدوم من العين، العين لهجن العاصفة ومسكنها داخل العين. تقدمت العاصفة وهجنها ومالكها، ولي عهد دبي يقدمها في عملية التضمير. الواثق الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ثقة جماهير العاصفة كبيرة كبيرة، وهو الكبير الخطير. الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. انتقل الى المركز الرابع، انقل كل الكاميرات، انقل قنوات دبي ريسينج، انقل قناة ياس، انقل المعلقين، المتابعين، المحبين، المرحبين بالانجازات، بالتاريخ، بالاساطير. ارحب بهذبة، ارحب بهذبة القادمة مع المركز الرابع. هذبة الإنجازات، هذبة البطولات، هذبة الرموز لهجن العاصفة يقدمها الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ظهرت الأسماء قبل يومين من سيف الإمارات. المركز الخامس لهجن الشحانية من خلال الشعار العنابي الأدعم الخطير القادم مع المركز الخامس، ويضمرها ويتابعها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، متابعا لهجن الشحانية مع المركز الخامس. هكذا متابعينا في كل مكان، نداونا للخمس المراكز الأولى المتقدمة، العودة إلى مقدمة الشوط، إلى كيف، إلى كيف.
كيف يا كيف اللي مكيف اللي مكيف على الصدارة كيف مع مقدمة الشوط مقدمة لنا الحمر الخطير اللي مر وعبر في شوط العمالقة وكان خاطفا للمرسيدس الله يا المستحيل يا أبو ذياب الذي لا يعرف المستحيل يتقدم راشد بن محمد بالسم المنصوري وهو كل عسل عسل بالسم المنصوري من قدم الوثبة بينما المركز الثاني اللي واثبة في الوصافة في المركز الثاني شواهين لهجن الرئاسة يقدمها البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مع المركز الثاني أحد يخطر المضمرين يتقدم محمود مع المركز الثاني المركز الثالث وصلت العين وصلت العين حاط الناموس ما بين عينها ما بين عينها لهجن العاصفة يقدمها الواثق الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الرابع القادمة هذبة مع المركز الرابع لهجن العاصفة متقدمة ويقدمها أيضا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير محبي هذبة جماهير هذبة يتابعون هذبة مستمتعين بظهورها في هذا اليوم المركز الخامس القدوم من اللي وصلت مع هجن الرئاسة تقدمت وظهر الظافر علي بن جميل الوهيبي مقدما لشعار هجن الرئاسة مع المركز الخامس والانطلاق والمتابعة بينما المركز السادس ايضا لهجن الشحنية والشعارات القادمة ما بعد المركز الخامس ولكن العودة الى مقدمة الشوط الله 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 هجن الرئاسة هجن الرئاسة تغادر تغادر من هذه اللحظات الى المركز الاول والمركز الثاني مع كيف مع شواهين غير الوهيبي غير محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مع شواهين مع الحمر مع الخطر جماهير الرئاسة تتابع تتابع كيف وتتابع شواهين ولكن كيف عادت كيف يا كيف المكيف على الصدارة مكيف على الناموس وبسم المنصوري المنصوري متقدم بذياب مع المركز الأول مع هجن الرئاسة مع الرئاسة وهجنها مع المركز الأول مع المركز الثاني وعادت شواهين عادت شواهين دوتو دوتو رئاسي مع المركز الأول مع المركز الثاني مع المركز الثالث بانضمام الظافر علي بن جميل الوهيبي المركز الرابع لهجن الشحانية مع المركز الرابع أوصلت في هذه اللحظات أيضا أحد الأسماء القوية أوصلت دوما دوما يا دوما لهجن الشحانية العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي رفيقة المعجزة رفيقة دربها تتقدم على طريقة الجزيرة على طريقة الجزيرة ولكن محمود محمود ادير بالك يا محمود وصل اخوك اخوك العملاق ولكن محمود يؤكد بانه موجود بانه موجود من خلال تقديمه للمركز الاول لشواهين ومقدمة للصمود الصمود الصمود وهجن الرئاسة والعاصفة والشحانية ولكن الوهيبي 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 مهما يغيب مهما يغيب لابد من الحضور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم السلام
السلام السامي إلى حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان. حمر حمر حمر، كل خطر كل خطر كل خطر. تهانينا للرئاسة وهجنا على الفوز في المركز الأول والمركز الثاني مع البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ثالثا لهجن الرئاسة مع علي بن جميل الوهيبي مع مطفية، رابعا دوما لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، خامسا العين لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. إذا متابعينا في كل مكان، هكذا هي عودة الكبار من خلال شعار هجن الرئاسة والتوقيت الزمني المسجل في هذه اللحظات 12 دقيقة 17 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للرئاسة وهجنها وجماهيرها ومحبي الرئاسة وللمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما اللي أتت في المركز الثاني 12 دقيقة 21 وثمان أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لصاحبة الإنجازات والبطولات. تهانينا للرئاسة وهجنها، وتهانينا لراعي الذيبة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. 12 دقيقة 24 ثلاث أجزاء من الثانية توقيت مطفية لهجن الرئاسة. تهانينا للظافر علي بن جميل الوهيبي على هذا الفوز في هذه اللحظات.